أعزائي الطلاب من المستوى الثاني، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. درسنا اليوم سيكون درس تعبير، وسنتحدث فيه عن موضوع مهم من مواضيع التعبير ألا وهو صوغ القصة. سنتحدث في هذا الدرس أعزائي الطلاب عن كيفية صوغ القصة، وسنتناول في درسنا اليوم عدة أمور، منها عناصر القصة وأسلوب القصة. سنتناول هذه المعلومات من خلال تناولنا لقصة بعنوان الشجرة المغرورة. سنتناول في هذه القصة عدة أمور، أولاً سنتأمل هذه الصور ونحدد الحوادث فيها، ثانياً سنتخيل مقدمة للحوادث من خلال عدة أسئلة تطرح علينا، وثالثاً سنتخيل الحوار الذي دار بين العصفور والشجرة، وأخيراً سنجيب على السؤال الأخيرين. نبدأ بالسؤال الأول، تأمل الصور الآتية ثم حدد الحادث في كل صورة وفق النموذج. الصورة الأولى، أعزائي الطلاب ماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ نلاحظ في هذه الصورة شجرة، طبعاً ستتعرفون لاحقاً أن حوار دار بين العصفور والشجرة. من خلال هذه اللوحة نستطيع استنتاج الحادث الأول وهو وقوف العصفور على الشجرة. إذن الحادث الأول نكتب وقوف العصفور على الشجرة. الحادث الثاني في الصورة الثانية، ماذا تلاحظون في هذه الشجرة؟ في هذه الصورة نلاحظ صورة شجرة وعصفور. نستطيع استنتاج الحادث الثاني من خلال اللوحة، فنكتب الحادث الثاني انزعاج الشجرة المغرورة من العصفور وطردها له. إذا انزعاج الشجرة المغرورة من العصفور وطردها له. الحادث الثالث، ماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ نلاحظ صورة شجرة أيضا وحطاب جاء ليقطعها، فنستطيع أن نستشف الحادث الثالث بقولنا قدوم فصل الشتاء وتيبس أغصان الشجرة. إذا نكتب قدوم فصل الشتاء وتيبس أغصان الشجرة. الحادث الأخير، قطع أغصان الشجرة والتدفق عليها. إذن أخيرا قطع أغصان الشجرة والتدفق عليها. ننتقل ثانيا، تخيل مقدمة لحوادث القصة السابقة مستعينا بالأسئلة الآتية. لدينا هنا عدة أسئلة سنجيب عليها من خلال تخيلنا للحوادث السابقة. السؤال الأول، أين وقف العصفور ومتى؟ من خلال تأملنا للصورة لاحظنا أن العصفور وقف على الشجرة في فصل الصيف. إذن نكتب وقف على الشجرة في فصل الصيف. السؤال الثاني، لما وقف العصفور على الشجرة؟ نستطيع تخيل هذا السؤال فنقول لأنه كان جائعا ومتعبا، لأنه كان جائعا ومتعبا. السؤال الثالث، بما شعرت الشجرة عندما وقف العصفور عليها؟ شعرت بالغرور لأنها شجرة مغرورة. إذن نكتب شعرت بالغرور. انتهينا من المقدمة، ننتقل الآن إلى الحوار. تخيل الحوار الآتي الذي دار بين العصفور والشجرة بعد وقوفه على أغصانها ثم أكمله. لدينا هنا بعض الجمل تدل على الحوار الذي دار بين العصفور والشجرة، سنقوم بإكمال هذا الحوار. تبدأ الشجرة بالحوار فتقول للعصفور: لما وقفت على أغصاني؟ العصفور ماذا أجاب العصفور؟ من خلال تخيلنا للحوار سنجيب، نقول العصفور: لأنني
جائع ومتعب. ردت عليه الشجرة: ابتعد عن أغصاني فهذه ثمار لي. نستطيع إكمال كلام الشجرة فنقول: ولن أطعم منها أحدا، لأنها شجرة مغرورة، ولن أطعم منها أحدا. الشجرة أيضا: وهذا الظل لي أيضا. ونكمل هذه العبارة فنقول: ولن أظلل به أحد، ولن أظلل به أحدا. العصفور، ماذا أجاب العصفور؟ نستطيع نحير إجابة العصفور فنقول: لكن الله خلقك لتساعدي من هو بحاجة إلى ثمارك وظلك. الشجرة، ماذا أجابت الشجرة العصفور؟ أجابت، قالت له: نستطيع تخيل إجابة الشجرة فنقول: هذه الثمار لي، ابتعد عني إلى شجرة أخرى توزع الثمار والظل. انتهينا من الحوار الذي دار بين العصفور والشجرة. ننتقل الآن إلى السؤال الرابع: لماذا يبست الشجرة؟ نلاحظ من خلال قراءتنا للقصة أو قراءتنا لحوادث القصة أن الشجرة يبست بسبب غرورها، بسبب نكتب غرورها وحرمانها الثمار والظل للمخلوقات الأخرى. السؤال الخامس والأخير: ما نهاية الشجرة المغرورة؟ نهاية الشجرة المغرورة هي تيبس أغصانها وتدفق عليها، أو قطع أغصانها اليابسة والتدفق عليها. انتهينا أعزائي الطلاب من قصة الشجرة المغرورة، ولكن من خلال ما سبق ماذا سنتعلم؟ سنتعلم ما يلي: أولاً عناصر القصة، من خلال قراءتنا أو فهمنا للقصة سنستنتج عناصر القصة هي البداية، نكتب البداية. ثانياً الحوادث، الزمان والمكان والعقدة، وأخيراً الخاتمة. أيضاً سنتعلم أسلوب القصة. أسلوب القصة لاحظنا أنه السرد والحوار، يتنوع بين السرد والحوار. السرد يكون باستخدام لاحظنا ضمير المتكلم أو الغائب. إذا نكتب السرد يكون باستخدام ضمير المتكلم أو الغائب. ننتقل الآن أعزائي الطلاب إلى الواجب المنزلي الكامل في الصفحة 57. المطلوب منكم في هذا الواجب ما يلي: إجمع حوادث القصة السابقة في قصة متكاملة مستخدما أسلوب السرد والحوار. طبعا أعزائي الطلاب، كما تحدثت عن الحوادث السابقة ستقومون بجمعها في قصة متكاملة مثلما تحدثت أنا مستخدمين أسلوب السرد والحوار. إلى هنا نكون أعزائي الطلاب قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم. إلى اللقاء في درس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.